معالي النائب محمود القط عضو مجلس نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني أنا الحقيقة مش عارف، لمحت معايا أكيد إن في شباب صغيرين بجد في الحكومة الجديدة والمحافظين، أحب أعرف تعليقك على الموضوع ده. يعني خليني أبدأ مع حضرتك كده، يمكن من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014، لو بصينا على معدل العمر الزمني هنلاقي ان سيادته شغال بمنهجية واضحة وصريحة، انه بينزل بمعدل الاعمار ولكن بطريقة تدريجية، ويمكن مش يعني بأكد على حضرتك انها ممنهجة وعلمية حتى في سن دولة رئيس مجلس الوزراء وفي الاعمار الخاصة بالوزراء. كان في تحدي مهم جدا امام الرئيس، ويمكن هو كان صريح معانا فيه في سنة 2016 في اول مؤتمر شباب، ألا وهو هو يعني عايز يستعين بالشباب، ولكن هو عايز يستعين بهم وهم قادرين ومؤهلين. أي. على مدار العشر سنوات لو حضرتك تشوف معايا تلاقي ان في تأهيل كبير حصل للشباب، سواء في الأكاديمية الوطنية للتدريب، شباب البرنامج الرئاسي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الحكومة أيضا عملت دور مهم جدا انها كانت بتؤهل الكوادر المتوسطة التنفيذية على فكرة مع مؤسسات دولية كبيرة جدا، والدولة أنفقت مبالغ كبيرة جدا. كل الهدف كان إيه؟ إن إحنا بنتكلم إن مصر أكتر من 60% منها من الشباب، وهناك حاجة ماسة للاستعانة بهم، ولكن كان محتاج تأهيلهم. حضرتك لو لاحظت هتلاقي إن الحكومة هذه المرة معدل الأعمار فيها بقى يعني أقل من معدل متوسط الأعمار في الحكومة السابقة زي اللي قبل كده، ولكن الشباب هنا جاي أولا مثقل بالتأهيل والخبرة، وده أمر مهم جدا. يعني حضرتك هتلاقي في نائب وزير أصبح وزير، في مساعد وزير أصبح وزير، هتلاقي بقى تولى منصب نائب محافظ وأصبح محافظ. فهنا عدى بالخبرة العملية المطلوبة لمهام المنصب يعني. بالظبط كده. وتم. لكن هل معليك شايف انه في رؤى حقيقية لهؤلاء؟ اصل انت اما بتحط، انت عارف ميدورا رئيس الحكومة في فرنسا دلوقتي عنده 28 سنة، اللي هو مش حابينه الناس، لكن مش دي القضية. لكن انا بتكلم على فكرة ايه، لما بتتولى منصب وانت سنك صغير بيبقى قدامك حاجة من الاتنين، يا اما عندك رؤية ومصر ان انت تطبقها فتحل مشاكل التطبيق، يا اما بتتراجع وتقول بقى ايه خلي الكبار يشتغلوا حتى لو كانوا نواب محافظ نواب وزير، قول دول اقدم، دول عندهم خبرة وخلي الدنيا ماشية. فانت رأيك ايه في القصة دي؟ هقول لحضرتك ده هيعتمد على عاملين رئيسيين. رقم واحد الارادة السياسية. أي. طب حضرتك معاك ظهر ارادة سياسية دعم ليك ودعم لقراراتك والموقفك، هتلاقي نفسك مستمر. صحيح. لو الإرادة السياسية مش معاك يبقى حضرتك يبقى عندك يعني تراجع، ايا كان حضرتك كنت كبيرا ام صغيرا. طبعا. تمام. لكن واحنا متعودين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما تولى المسؤول فهو اصبح داعم لي لاقصى الحدود. اي. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين بتعتمد على شخصيتك وتأهيلك. ما هو برضو لو حضرتك مؤهل وعندك اولا عندك الموهبة ومؤهل علميا ومؤهل اداريا، هتلاقي ان انت بتنجح. وبعدين يعني عارف حضرتك ايه، انت نزلت خلاص ارض المعركة. فاصبحت دلوقتي يا اما تثبت انك مقاتل يا اما تثبت انك ضعيف. صحيح. زي ما حضرتك بتقول طبيعة الشخص، في شخص اتربى على انه decisive personality، هو قادر على اتخاذ القرار، هو بيفكر في ايه حل المشكلة، واتخاذ القرار محتاج جرأة، محتاج شجاعة، محتاج تحمل مسؤولية، هو عنده كل ده. بالظبط. وعايز اقول لحضرتك برضو هنا احنا عندنا حاجة مهمة، ان احنا الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مش مجرد مكان تدريب او تأهيل، لا، هي بتعمل تقييم وفحص سيكولوجية الناس ويقدروا يتأهلوا ايه للمنصب اللي هم هيكونوا يعني يروحوا فيه، هل ده ينفع تنفيذي او تشريعي. يعني هي بصراحة بتقوم بدور كبير جدا. بشكرك جدا يا فندم، بشكرك على وجودك معايا معالي النائب محمود القط، شكرا جزيلا.